مش هنفطر بقى، ارجع لها ورسي بابا. استني يا نهى يا بنتي، ما تنادي على ابراهيم اخوكي يا سماح يا مراتي. يا ابراهيم يا اخويا، الاكل جهز يا اخويا. اقعد يا اخويا اقعد، نورت بيتك ومطرحك، بيت اختك هو بيتك يا ابراهيم. كل يا اخويا كل، تلاقيك هفتني يا اخويا، ده طبيخ اختك اللي طول عمرك بتحبه يا اخويا. ما تاكل يا ابراهيم يا نسيبي، انت مكسوف ولا ايه؟ انت مكسوف ولا ايه يا ابراهيم يا نسيبي؟ ما تاكل. انت مكسوف ولا ايه يا اخويا؟ شكله مكسوف. كت يا احمد، يا احمد في ايه؟ نسيت جملتك ولا ايه؟ لا والله يا فندم انا فاكرها، بس معلش يعني حاسس بفصلان كده. خير سلامة حضرتك. يعني مفيش حد بيقول ياسي بابا في الحياة دي خالص، اللي هي حضرتك حطيتها لنا في المسلسلات وعمالين ناخدها كل مرة مش عارف ليه، ومحدش بيقول لمراته يا مراتي، ولا واحدة بتقول لأخوها يا أخويا، وكلمة يا نسيبي دي ما بتتقالش إلا لو شتيمة، مش كده يا فندم؟ صحيح يا أحمد، صحيح يا أحمد، ما هو عشان المشاهد يعرف إنه الراجل ده جوز الست دي، والراجل ده اللي هو حضرتك يبقى اخو الست دي. ما هو بالعقل كده يا فندم، واحده قاعده مع واحد ومعاها بنتها وبتنده على راجل تاني، هيبقى ايه عاشقها؟ بالعقل كده، مش بالعقل يا فندم. صحيح بالعقل. فعلا فعلا انا بدات اقتنع. طيب ده بالنسبه للحوار، شايف اي اقتراحات تانيه ليها علاقه؟ يعني احب اعرف برضو يعني اقول لحضرتك نظبط الدنيا. انا عايزك تبقى مستريح. هنظبط طبعا. الله يخليك. بص بقى، بالنسبه مثلا للديكور، ايه راي حضرتك مثلا في اللوحه دي؟ اللوحة مالها؟ ده فان جوخ. لا على راسي من فوق انا ما عنديش مشكلة، لكن في بيوتنا ما فيش الكلام ده حضرتك. في بيوتنا يا اما المنظر الطبيعي، يا اما القطة اللي بتزق صوف دي، يا اما الست اللي ماسكة تعبان وعاملة كده، عارفة فانت حرصة كده. ايوه صحيح مش كده؟ صحيح. لكن ما حدش بيحط لوحة في بيته لابو الجوخ خالص. ابو الجوخ. طب يا استاذ احنا نريح شويه لغايه لما نستفيد من علم الاستاذ احمد. اتفضل يا استاذ كمل. انا بقى عايز اسال حضرتك شويه اسئله بالنسبه للديكور. أيوة. فين الهدوم اللي بتبقى مرميه على الارض؟ بنطلون منكمش على نفسه في البيت الطبيعي بيوتنا، فرده شراب طارت في لحظه طيش اتعلقت في النجفه كده، يبقى البيت عادي. لا مؤاخذه غيار مثلا، الحاجات العاديه دي فين يا فندم؟ فين بس كده ولا لا كمل، انا عايزك لا اقول لك مثلا انت في بيتك. حاضر اقول لك مثلا ايه. فين الغساله؟ غسالة ايه يا احمد؟ احنا ما عندناش ولا مشهد في الحمام. لا 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 معلش يا فندم معلش، الغسالة دي بتروح اي حتة في البيت، انا شخصيا لسه جايب غسالتي امبارح من البلكونة. مش حضرتك فاكر يا فندم؟ صحيح صحيح صح صح. ايوه ايوه الاوتوماتيك. أيوة. اي اقتراحات تانية حبيبت؟ اقول لحضرتك بقى، مبدئيا كده احنا هنشيل الاكل ده كله، لان مفيش حد بيفطر على الصبح فراخ ورز والافوره بتاعت المسلسلات دي خالص. هنجيب ايه بقى؟ هنجيب 3 4 اطباق فول محوجين ومحدقين. طب اكتب وراك ممكن. طب اتفضل. ماشي قول. هنجيب 4 طعميه. 4 طعميه. بالظبط، وشكلهم منكوش كده، طعميه محشيه. محشية. عشان بتبقى حلو في التصوير. بتقوم نزود طحينه مثلا. طحينه للاستاذ. طيب. بالظبط. عايز تزود حاجه تانية على الاوردر ولا انت كده؟ لا ممكن لو حد بس فوطه صفرا يعدي على وش الاستاذ يشيل الميك اب ده، لان مفيش واحده بتصحى من النوم حاطه المكياج ده كله، مش طبيعي. حتى لو كان فرحها امبارح، مش كده يا فندم؟ حضرت افراح مش كده خالص. خالص صحيح. ما شاء الله، ده حضرتك خبير مكياج كمان، ده متعدد المواهب يا استاذ احمد. ومفيش حد بيبقى عنده شنب بس بالمنظر ده وملزوق بالطريقه دي، يعني لو ينفع يعني، دي حاجات بسيطه مواهب متعدده. فأنا أنا سعيد بك يا أحمد والله. الله يخليك يا استاذ والله. حقيقي. ربنا يخليك. لا لا أنا بحاول أساعد بس، وعلى فكرة لو هيعدلوا حاجة في الديكور أنا إيدي معاهم علشان ننجز. أو ممكن الباشمهندس برضو إيه أمحر له الأستاذ وهو يرش عشان وش نظافة في الآخر. بص يا أحمد، أنا مش عايزك تقلق خالص، عايزك تبقى مطمن على الآخر، عايزك ترحرح وكأنك في بيتك على الآخر، رحرحة تامة. تمام؟ وعايزك تعتبر نفسك في بيتك. لا 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 يا حبيبي، أنا قلبت لهم الدنيا. المخرج بقى واقف قدامي في نص هدومه. أنا قلت له يا إما أعمل شغل محترم يا إما أقعد في بيتي. لا أقعد في بيتي أحسن. إيه؟ لا ما أنا قعدت في بيتي فعلا. من ساعتها يعني. لا لا يا ابني أزعل إيه؟ مش زعلان لا خالص. يا ابني هو في أحلى من قعدة البيت؟ أنا قاعد مأنتخ ومبسوط الدنيا زي الفل. لا لا أشوفكم وأشوفكم بالليل، مفيش أي حاجة، أنا أجيلك على المأمون إن شاء الله. ماشي حبيبي. ماشي يلا. في أمان الله. Oh, my God.